تجول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكبار الحضور في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2022، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الأجنحة والمنصات المختلفة من تقنيات ومشاريع ومبادرات تقدم حلولا للتحديات الحالية والمستقبلية. وكان سموه قد استهل زيارته للمعرض بحضور العرض الحي رجل في الوسط، والذي يظهر جهود الجهات الحكومية المعنية في تعزيز الأمن والحماية من خلال مواجهة سيناريو أمني متكامل يمثل هجوما سيبرانيا عالي المستوى وتهديدات مصاحبة وآثار وتحديات يخلفها هذا الهجوم. والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب. فقد التقى سموه مع معالي محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية واللامركزية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجالات الأمنية والشرطية. كما التقى سموه مع معالي دانيال إيسلو أوكيتو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن واللامركزية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وجمهورية الكونغو في المجالات الأمنية والشرطية. والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع معالي مازن الفراية وزير الداخلية الأردني، وبحث سموه مع وزير الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. ثم التقى سموه مع مولاي إدريس الجوهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بالمملكة المغربية، وبحث سموه مع الوزير الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. هذا ويختتم اليوم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2022، الذي استعرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية ووطد العلاقات التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في قطاعات عدة.